وصلنا على محطتنا الأخيرة. أكيد سلمى، وصلنا لمحطتنا الأخيرة، فمع الإرادة وحب الحياة العنوان العريض نكمل مسيرتنا بالحياة ونقدر نصنع مستقبلنا ونلاقي حضورنا ومكاننا ضمن المحيط. الهدف يلي سعت له منظمة آمال إنه ترسخه مع ذوي القدرات الخاصة لتخطوا المشكلة الجسدية لتكون الإرادة والبراعة يلي بيمتلكوها هي درس بنقدر نتعلم منه الحب والحياة والقدرة على تخطي المصاعب اليومية. أكيد نور، لهيك كان العنوان العريض لهذا العام ضمن اليوم العالمي لذوي الإعاقة، مستقبلنا أمانة، الاحتفالية اللي أقامتها المنظمة السورية للأشخاص ذوي الإعاقة آمال، واللي رح نتعرف عليها بشكل مفصل مع ضيفنا بصباحنا غير لليوم. أكيد معنا الاختصاصية بشرى أعويجان، وهي اختصاصية بالتربية الخاصة ضمن منظمة آمال لذوي الإعاقة، وأيضا لميس الشاهين وهي مديرة المركز التربوي للإعاقة السمعية. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباحكم صباح أحلى. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. خلينا بالبداية نحكي معك ست لميس، مستقبلنا أمانة، قديش فعليا فينا نترجم هيدا العنوان على أرض الواقع؟ هو كل عام بيكون في شعار لهذا اليوم، اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. السنة كان مستقبلنا أماني، بينعكس بشكل أساسي على أرض الواقع من خلال العمل مع الطفل بدءا من مرحلة الكشف المبكر لهذا الطفل، انطلاقا لعملية التأهيل اللي عم بيتم القيام فيها وتكامل الفريق والخدمات اللي عم تتقدم لهذا الطفل، وصولا فيه للدمج. ب 2019 إذا بدنا نشوف هذا الشعار بشو تجسد، يمكن فينا نحكي عن برنامج الكشف المبكر اللي تم إطلاقه من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة آمال. حاليا هذا البرنامج عم بيخدم في حوالي 26 مركز تابع بقوم بعملية الكشف المبكر عن الإعاقة السمعية. إذا نحن بنحكي بالبلد عندنا حوالي 250 ألف طفل يولدوا سنويا، ففي عندنا تقريبا ممكن يكون 750 طفل قد يكون عندهم نقص سمع، فسمع هدول الأطفال هو مسؤولية بالنسبة لنا. فهذا المشروع كان انطلاقته هاي السنة، وكان أكيد له دور كتير كبير وأساسي بالكشف المبكر. بنأمل بال 2021 نوصل لتخديم حوالي 50 ألف طفل سنويا، وممكن نوصل ل 100 ألف طفل بزيادة الوعي بالوصول للمناطق النائية بكل سوريا لنعمل هذا الكشف. وبإضافة لكتير إنجازات كانت بالمنظمة خلال 2019، من جلسات كلام ولغة 12 ألف جلسة، تخديم جريح وطن بجلسات كلام ولغة بالمحافظات دمشق وريف دمشق وحمص وحلب وحما واللاذقية وطرطوس، إضافة لتخديم عدد كبير من جلسات التأهيل أو العلاج النفسي حركي، عدد الحالات اللي تخدمت بالمراكز والعمل على تكامل الفريق وتقديم الخدمة والتأهيل المناسب لهدول الأطفال لنوصل فيهم للدمج. فكان ملخص الإنجازات وما تم القيام به بيعكس قد ايه انه فعلا مستقبل هدول الأطفال لنوصلهم للبديل المناسب للوضع المكان المناسب بيننا بالمجتمع كان هو هذا الهاجس خلال هذا العام. نعم، يعني أنشطة كتير تحدثت عنها لميس، خلينا بشرى نحكي كمان عن بعض هاي الأنشطة اللي عم تتزامن مع إحياء اليوم العالمي لذوي الإعاقة وبالذات بالمؤسسة السورية أو المنظمة السورية لذوي الإعاقة آمال. خلال هذا النهار بالمنظمة كان في احتفالية، ضمن هاي الاحتفالية كان في عدة فقرات. من الفقرات كان بما أنه آمال السنة بالتشارك مع وزارة الصحة أطلقت برنامج الكشف المبكر عن نقص السمع، فكان في عرض فيديو لإحدى الأطفال اللي هي تم كشف نقص السمع عندها بعمر بكير وخضعت لعملية زراعة الحلزون. فالفيديو كان بيعرض الطفلة خلال مرحلة التأهيل وين هي صارت، وكان الغرض من هذا الفيديو لفت النظر لأهمية الكشف المبكر عن أي مشكلة سواء إعاقة سمعية أو توحد أو على الإعاقات، لأن نحن مثل ما بنعرف كل ما تم الكشف بعمر صغير كل ما كان التدخل أكبر. بالإضافة كان في عنا فقرتين للأطفال اللي هني أطفال التوحد وأطفال مركز الإعاقة السمعية، هني مشاهد مسرحية بسيطة كان الغرض منها التوعية بدور المجتمع بمستقبل هيدول الأطفال. فعرض أطفال التوحد كان اسمه تفاصيل، هذا العرض من خلاله الأطفال كانوا أطفال مركز التوحد عم يوصلوا رسالة إنه من خلال تفاصيل كتير صغيرة ممكن نحن نعمل فرق كبير.
بالإضافة كان في عرض لأطفال مركز السمعية، العرض اسمه باص، كان الغرض منه كمان تسليط الضوء على أهمية الوعي المجتمعي وضرورة مساعدة الأسرة سواء بالتوعية أو حتى الأشخاص العاملين بهذا المجال لكيفية العمل مع هذا الطفل بشكل كمان نوصل فيهم للدمج. ومن ضمن فقرات كمان الفعالية كان في عنا تكريم لطلاب ماجستير السمعيات بالإضافة لطلاب ماجستير تأهيل الكلام واللغة. كمان كان ختام الفعالية هي بمعرض رسم كمان هو من إنتاج أطفال آمال، شارك فيه 31 طفلة من الأطفال. وببداية الحفل كان عنا مشاركة من أطفال كورال ألوان لهني أطفال حاليا من غير ذوي الإعاقة اللي حبوا يشاركوا أطفال آمال بهذا النهار. يمكن لميس أشارت بشرة لنقطة مهمة، قديش مهم يمكن اليوم النشاطات والفعاليات التوعوية للكشف المبكر عن كتير من يمكن هي ما فينا نسميها إعاقة أم هي بتكون مشكلة فينا نتجاوزها. خلينا نحكي عن الحالات يمكن اللي تعاملتوا معها والكشف المبكر قديش أثر فعلا بالشفاء أو تطور الحالة وصولها لمرحلة فينا نقول صحية بتقدر تندمج وتتأقلم مع المحيط. امبارح احدى الامهات اللي حضروا العرض وشافوا ابنائهم عم بيقدموا بجوقة امال كتبت على حسابها وكان الكلام كتير معبر، العالم عم تحتفل باليوم العالمي للاشخاص ذوي الاعاقه بس انا عم بحتفل بتوديع الاعاقه السمعيه. بنتي مو بس عم تسمع وعم تحكي وعم بتغني. فانا حسيت هذا الكلام قد ايه هو مؤثر وقد ايه معبر عن شغل اشهر وايام بفريق متكامل سواء اختصاصيين عاملين تمام. فانا لو وصل الطفل لمرحله انه يسمع ويحكي ويغني فتجاوز اعاقته وصار هذا الطفل هو جاهز للدمج بالمجتمع، اكيد الكشف المبكر دور اساسي وخاصة بالإعاقة السمعية. فأنا بالسنة الأولى بالعام الأول إذا بكون في تم تحديد نقص السمع وتركيب المعين السمعي المناسب سواء سماعات أو تم زراعة الحلزون، أنا عملت نقلة نوعية بحياته لهذا الطفل. آمال خلال من عام 2017 زرعت حوالي ساهمت بنجاح 100 حالة زراعة للأطفال. بال 2019 66 حالة زراعة حلزون. رح نلاقي بعد شوي انه هدول الاطفال تغير مسار حياتهم، صاروا بعد فترة من التأهيل هن جاهزين لينوجدوا وياخذوا بكل مناحي الحياة دورهم الطبيعي. فموضوع الكشف المبكر كتير اساسي لفوائد بتعود اجتماعية ونفسية واقتصادية من خلال الحالات يمكن اللي تابعتوها على الطفل والأسرة والمجتمع. اكيد يعني دائما السمع هو من أهم الحواس اللي الطفل أو الإنسان بشكل عام بيتعرف على المحيط من خلاله، لهيك لما بنقول في عنا أكثر من 100 حالة لزراعة الحلزون فهذا إنجاز سوري لازم كتير نوقف عنده، وخصوصا نحن عم نحكي عن سنوات عم نتعرض فيها لحصار اقتصادي، حصار طبي، صعوبة كبيرة بتأمين يمكن أبسط أنواع العلاج، ونحن اليوم عم نحكي عن تأمين أكثر من 100 عملية. هذا الشيء أكيد ضمن مراكز كتيرة. خلينا نحكي هون عن عدد المراكز واللي توسعت أكثر خلال هاي الفترة. أنا عم برجع وركز على فترة الحرب لأنه كان في دور كبير بهذا المجال. وأيضا هل تقدم خدمات إضافة للإعاقة السمعية بأمال؟ بأمال في مجموعة من الخدمات هي بتتقدم ضمن المراكز اللي موجودة ضمن المنظمة، ضمن مركز الإعاقة السمعية، مركز التوحد، مركز تأهيل الكلام واللغة، بالإضافة لقسم البرامج الأكاديمية. هلأ نحن كآمال في مركزين لآمال، مركز بالشام ومركز باللاذقية، بس من خلال تعاون الآمال مع المؤسسات والوزارات المعنية، من خلال التعاون مع وزارة الصحة مثلا بالبرنامج اللي أطلقته اللي هو برنامج الكشف المبكر عن نقص السمع، تم افتتاح 26 مركز بسوريا بالمحافظات المختلفة. 16 مركز هن تابعين لوزارة الصحة، في عنا 7 مراكز تابعين لوزارة الدفاع، مركز تابع لوزارة الداخلية، بالإضافة لمركزين هن تابعين لآمال. وعم يتم الشغل بشكل أنه بالسنوات الجاية نخدم كمان محافظات أكثر، وبالتالي أنه نوصل لكل النقاط الطبية أكيد بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات، لأن آمال أكيد لحالة ما بتقدر تغطي كل الأطفال. صحيح. فإجباري بدنا هذا التعاون مع المؤسسات والوزارات المعنية. هي عملية تشاركية بين جميع
الأطراف لحتى نقدر نوصل الخدمة لأكبر عدد من الأشخاص. بالإضافة كمان آمال إلى دورة بتأهيل الأشخاص العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة كمان من خلال التعاون مع المنظمات المعنية، فتم تدريب حوالي 300 متدرب للعمل مع الأطفال ذوي الإعاقة من خلال التعاون باتفاقية مع منظمة UNHCR المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فتم تدريب كوادر للعمل بمراكز مجتمعية لتقديم الخدمة لهيدول الأشخاص اللي هن رح يقدروا يقدموا الخدمة للأطفال ولأسرهم. يمكن ست لميس أشرتي لأرقام حسب آخر دراسات عم نحكي ذوي الإعاقة خصوصا السمعية، لما نقول سنويا في هيدا الرقم لما يتم من خلال المراكز الكشف المبكر عن هي الإعاقة ومعالجتها ودمجها، قديش فعلا نحن بنخفف يمكن عبء على الأهالي، بنساعد هيدا الطفل بالاندماج ويعيش حياته يمكن مثله مثل أي طفل، لأنه بنعرف قديش الأطفال هن حساسين وبدك تتعاملي معهم بطريقة معينة، فكمان هي جهود كمان إضافية بتقوموا فيها اليوم. الدور الأساسي اللي بتم القيام به بالكشف المبكر هو لتخفيف هاي الأعباء اللي عم نحكي عنها. كل ما زادت فترة الحرمان الحسي بهاي الإعاقة وخاصة الإعاقة السمعية عند الطفل، مؤلم جدا أول يعني أشهر طبعاً الطفل، هي عملية استكشاف للمحيط عند الأهل، وفي كتير مؤشرات ممكن بس تبدأ الأم تلاحظها ويكتشفوا أنه عنده مشكلة سمعية، هو فعلا بيكون مؤثر وبتبدأ رحلة البحث عن الحل وعن البديل وعن التدخل. ففوائد انه نحن نسرع بعمليه التركيب المعين السمعي، بنقلل الفجوه بينه وبين الطفل العادي، وكل ما كان ابكر كل ما عدد الاصابات والارقام هي اللي عم تحكي عنها. اكيد اكيد، نحن لما نحط المعين السمعي لما نزرع حلزون، فانا هذا الطفل بالنسبه له تجاوز اعاقته فعلا، مثل ما حكت هاي الام توديع للاعاقه السمعيه، فانا اذا بخفف من عدد هاي الحالات وبسرع بعمليه تاهيله وبالتالي دمجه بالمدرسه، ف بتجاوز موضوع الإعاقة اللي موجودة عندهم كإعاقة سمعية. أنا لما بشوف أطفال عندهم تحدي كتير كبير بالكلام وباللغة وبالغناء كإعاقة سمعية، بيقدموا بعد فترة عمل وتدريب وتعليم وبيشاركوا بكورال بجوقة آمال، هو بالنسبة لنا كان أو بالنسبة لهدول الأطفال هو إنجاز حقيقي، لأنه مثل ما بنعرف أنه في تحدي كتير كبير عند هدول الأطفال بما يتعلق بكغناء جماعي بالكلمة والصوت والموسيقى، وعندهم صعوبة بهذا المجال، فقدرتهم على ضبط الإيقاع وعلى الكلام المفهوم والعمل الجماعي بغناء جماعي بحسس بالمسؤولية الاجتماعية والشخصية عند الطفل، هاي كثير له هيك وقع كان جميل، وكان في تفاعل يعني بالحفل مع الحضور مع هدول الأطفال بشكل كثير كان أكيد حلو. ونحن دائما بنحاول نلقي ضوء على بصباحنا غير على نشاطاتكم لأهمية هذا الموضوع وأهمية دوركم بالمجتمع مع فئة ذوي الإعاقة سمعي. شكرا لوجودكم معنا. شكرا لكم. أكيد نشكركم على وجودكم معنا، بنوجه تحية لجميع القائمين على منظمة أمال لذوي الإعاقة، الجهود الكبيرة اللي عم تقوموا فيها فعلا لإسعاد الأهالي ورسم البسمة على وجوه أطفالهم. شكرا كثير لكم. شكرا لكم.